افتتح وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا مشروع تطوير مصنع غاز مصر بمنطقة أبو رواش. شمل التطوير تجديد المخازن الاستراتيجية لشركة غاز مصر، وتعد عملية التطوير إحدى مناطق الدعم اللوجستي التي تلبي جانبا كبيرا من متطلبات واحتياجات المشروع القومي لتوصيل الغاز للمنازل، بالإضافة إلى توصيل الغاز للقرى التي تشملها مبادرة حياة كريمة. كما يهدف التطوير الاستغناء عن الاستيراد في أقرب وقت ممكن ورفع نسبة المواد المحلية المستخدمة. شركة غاز مصر بقى لها 40 سنة، الورش بقى لها أكتر من 30 سنة، فكان من اللازم أن تتطور وتتناسب مع حجم الأعمال المسندة إلى الشركة علشان تحقق الخطة بتاعتنا القومية لتوصيل غاز طبيعي للمنازل. المهم أن احنا التطوير ده بيشمل أن احنا أهلنا وجهزنا الورش بأجهزة حديثة متطورة، في نفس الوقت أجهزة معايرة للعدادات، وكمان في نفس الوقت يمكن بنشوف إزاي أن المخازن بيتم التعامل بيها بموضوع التحول الرقمي. فإحنا من هذا المنطلق بيهمنا جدا أن إحنا نطمئن أن في عمليات تصنيع لورش، عمليات بتتم في الورش من منتج محلي زي محطات التخفيض، ودي كنا بنستوردها بالكامل من الخارج. النهاردة بنجمع جزء وبنصنع جزء، ولسه فاضل فيه جزء بسيط بنستورده، وإن شاء الله احنا بنشتغل على ان احنا نقلل هذا الاستيراد.